طيب تعالوا دلوقتي نتكلم على الكونفوليوشن ميثود، نفهم ايه المقصود بالكونفوليوشن ميثود الاول، وبعد كده ازاي نقدر نجنريت راندوم نمبر بالطريقه البسيطه دي. فين القلم؟ طريقه الكونفوليوشن ابسط مثال ليها فكره ان احنا لو عندنا الدايس بتاعتنا احنا عارفين ان الدايس الموديل بتاعنا ان احنا الديستريبيوشن بتاعنا الاوتبوت هو 2 1 2 3 4 لحد 6، والبروبابيليتي بتاعت كل واحد او الديستريبيوشن بتاعنا هو 1 على 6 لكل قيمة من دول. السؤال لو انا رميت الدايس دي مرتين وببص على الصم اللي فوق المرتين، يبقى انا برمي الدايس مرتين وبشوف المجموع، فالاوت كوم عندنا هيبقى يا اما 2 يا إما 3 يا إما 4 لحد 6 زائد 6 اللي هو 12. فده الأوتكم بتاعنا. السؤال هو الديستريبيوشن بتاعنا هنا شكله عامل ازاي؟ يعني البروبابيليتي بتاعت الاتنين هتبقى قد ايه، والبروبابيليتي بتاعت التلاتة قد ايه، وهكذا. ده احنا عايزين الديستريبيوشن في حالة الجمع. المثال ده كده أبسط مثال لفكرة الكونفوليوشن، دي بنطلعها بالكونفوليوشن. تعالوا نشوف ازاي. لو قلنا إن هنا التجربة بتاعتنا اللي هي الدايس اللي احنا عندنا 1 2 لحد 6، البروبابيليتي بتاعت كل واحد عندنا هنا 1 على 6. جميل. الكونفوليوشن قال لنا نعمل ايه؟ قال ناخد التجربة، لو التجربتين اندبندنت على بعض، ونكتب ام 2 اللي هي الاوتكم التاني اللي هو احنا عارفينه برضو 1 2 لحد 6، والبروبابيليتي بتاعت كل اليمنت عندنا برضو 1 على 6. ببساطة خالص نكتبهم عكس بعض، ها؟ ببساطة نكتبهم عكس بعض ونبدأ نمشي نعمل لها رول. يعني ايه نكتبهم عكس بعض؟ يعني نكتب ام 2 كده. مش لازم نكتبهم عكس بعض، يعني نكتبهم بالطريقة دي. يبقى عندنا الواحد هنا اهو، الاتنين، التلاتة، الأربعة لحد 6. جميل. ودي M2، والبروبابيليتي بتاعتنا هنا 1 على 6، 1 على 6، وهكذا لحد 1 على 6 آخر واحد. ونبدأ نتحرك نسكرول كده، فنبدأ نقول اه والله يبقى البروبابيليتي بتاعتنا، يبقى أول بارامتر عايزين نحسبه البروبابيليتي إن الأوتكم بتاعنا ها equal to، هنجيبه منين؟ هنجيبه لما الاتنين دول يجوا فوق بعض، الواحد يجي مع الواحد، بس دي الحالة الوحيدة اللي هيظهر لنا 2، فتظهر اللي هي 1 على 6 في 1 على 6، اللي هي 1 على 36. طب البروبابيليتي ان اس الاوتكم بيساوي 3. نسكرول تاني لحد ما يبقى عندنا ممكن نكتبها بالأرقام عشان الناس تتخيل، عشان مش هنعرف الرسمة ممكن تكون فيها مشكلة. سوري. فهتبقى هتبقى ام 1 في ام 2، ام 1 هنا في ام 2 اللي قصادها، عشان اكنه 1 هنا، الواحد ده هيجي مع الاتنين دي، ماشي، والاتنين دي تيجي مع الواحد ده، زائد ام 2 في ام 1 اللي هي هتطلع طبعا دول 1 2 على 36، 2 على 36، او 1 على 36، 1 على 36، يطلع 2 على 36، وهكذا. لو عايزين نجيب بي اس 3 سوري 4، يبقى برضه هنحرك دول لحد ما الواحد ده يجي، يعني يبقى بالظبط شكلها عامل كده. لو انا هكتبها لكم تاني، احنا قلنا الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة، احنا هنا بنتكلم على ان الاوتكم يبقى تلاتة، يبقى التلاتة الاربعة سوري، يبقى هنا يبقى 1، ويبقى هنا 2، ويبقى هنا 3. يبقى ان ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده،
طبعا الباقيين هنا بره والباقيين هنا بره الموضوع يبقى مش معانا، يبقى ده الحالة الوحيدة اللي هيظهر فيها الأربعة. فيبقى عندنا ام واحد، ام واحد واحد، ام هنا واحد وهنا اتنين، ام اتنين تلاتة، زائد ام واحد اتنين، ام اتنين تلاتة، زائد ام واحد تلاتة، ام اتنين واحد. دول كلهم طبعا لما هضربهم هيطلعوا ادي واحد اتنين تلاتة على 36. الاوبريشن اللي احنا بنعملها دي اسمها convolution، او الناس خدت signal and system قبل كده، دي convolution operation، هي دي المقصود بيها، ان احنا بنجمع اتنين random variable مع بعض عشان نطلع random variable جديد اللي هو y1 زائد y2، يطلعوا لنا اكس، ده راندوم فاريبل الجديد بيساوي المجموع. طيب السؤال بقى، هل طبعا دي الارقام اللي احنا استنتجناها اهو للكونفوليوشن، قدرنا نستنتج الديستريبيوشن بتاعنا بتاع الاوت كام بتاعنا. طبعا الديستريبيوشن معناه ايه؟ معناه ان كل اوت كام البروبابيلتي بتاعته عامله ازاي، هو ده اسمه المقصود بالديستريبيوشن. فاحنا كده طلعنا الديستريبيوشن بالكونفوليوشن. هل الكونفوليوشن ده نقدر نعمله بطريقه بسيطه ونجنريت الراندوم فاريبل اللي هو بيساوي المجموع ده عندنا؟ اه نقدر نعمله بطريقه بسيطه جدا. هو احنا عندنا الواي واحد ده راندوم فاريبل وده راندوم فاريبل، طب ما نجنريت اتنين يونيفورم راندوم فاريبل ونجمع الاتنين مع بعض ويطلع لنا راندوم فاريبل الجديد ده ببساطه. ببساطه يبقى احنا نقدر نجنريت واي واحد يونيفورم وده يونيفورم، لو افترضنا ان الاثنين كانوا يونيفورم، ونجنريتهم بطريقه اندبندنت، يعني ده ستريم وده ستريم تاني خالص، نجمع الاثنين مع بعض يطلعوا لنا الراندوم فاريبل الجديد. بمعنى اصح احنا لسه واخدين من شويه، هجيب لكم السلايد عشان افكركم بيها ازاي نجنريت يونيفورم راندوم نمبر ديسكريت، اللي هو خدنا المثال على الدايس برضو. طيب يبقى انا هنا هعمل عندي برضو دايس، اجيبها لكم الاول عشان بس الناس تفتكر ديسكريت يونيفورم اهو. فهنا نقدر نجنريت راندوم نمبر ديسكريت راندوم نمبر زي مثال الدايس بالظبط، وخدناه وعملناه بالطريقه البسيطه دي. ناخد الطريقه دي ونجنريتها مرتين، فين الكونفوليوشن؟ معلش الكونفوليوشن ميثود اهي، هنجنريت مرتين نفس الحاجة اللي عملنا لها جنريشن، نجمع الاثنين مع بعض يطلعوا لنا راندوم نمبر هو المجموع بتاع الاثنين ببساطة خالص. فهنجنريت يو واحد اللي هي هتطلع لي قيم واحد او اتنين او تلاتة لحد ستة، ونجنريت يو اتنين واحد لحد ستة، اللي يطلع من هنا ويطلع من هنا يطلع لنا اللي هو الاكس بتاعنا المجموع الاثنين. هنفترض مثلا اول مرة عملنا جنريشن فيو واحد طلع لنا تلاتة، يو 2 طلع لنا 5، نجمع الاثنين يطلع يطلع 8. فالطريقه بسيطه خالص، طريقه الكونفوليوشن الحقيقه. بس هنا احنا اتكلمنا شويه على ايه، على فكره الكونفوليوشن ده بنعمله ازاي عشان نقدر نطلع الديستريبيوشن الجديد لما نعمل ميكس او نعمل التجربه مرتين زي فكره الدايس. طيب بعد كده لو احنا عايزين نجنريت جيومتريك ديستريبيوشن، الاول ايه المقصود بالجيومتريك ديستريبيوشن وبعد كده نشوف ازاي نقدر نجنريته. الجيومتريك ديستريبيوشن ببساطه هو برنولي راندوم فاريبل. هو ايه البرنولي عشان نفتكر؟ البرنولي اتفقنا ان هو راندوم فاريبل الاوت كام بتاعه تو اوت كام، 0 1 او سكسس وفيل او ترو فولس وات ايفر. البروبابيلتي بتاعت السكسس هي بي، البروبابيلتي بتاعت الفيل هي اكيد 1 ناقص بي عشان مجموع الاثنين يطلع بواحد. جميل جدا، يبقى كده فهمنا ايه المقصود بالبرنولي. اما ايه علاقه البرنولي بالجيومتريك؟ والعلاقه بسيطه خالص. الجيومتريك قال ايه؟ قال احنا عايزين نعرف البروبابيلتي ان يجي سكسس بعد عدد معين من المرات. تاني يبقى احنا بنتكلم على البروبابيلتي ان يجي لي السكسس بعد
خمس مرات من التجربة بتاعتي. لو انا بعمل الكوين، برمي الكوين، فالبروبابيليتي بتاعت التو بروبابيليتي بتاعتنا ب 0.5، فهنا 0.5 0.5. السؤال بقى هي البروبابيليتي ان يجي لي هيد بعد ثلاث مرات من التجربة قد ايه؟ هي دي بنسميها جيومتريك ديستريبيوشن. جميل جدا. ازاي نقدر نجنريته؟ الفكرة بسيطة خالص. الالجوريزم بتاعنا هنفترض ان البي والان، وبدأنا البي بتساوي صفر، وبعدين هو واي البي ايكوال زيرو. ايه البي دي؟ البي دي هي الاوت كوم من البرنولي ترايل. يبقى احنا هنجنريت برنولي راندوم فاريبل. ازاي؟ لسه قايلينه قبل كده، ببساطة خالص هنجنريت يونيفورم، واليونيفورم نشوف الرينج بتاعنا، لو هو اقل من البي، لو هو اكتر من البي، لو اقل من البي هيبقى سكسس، لو اقل من او يساوي، لو اكتر من بي هيبقى فين. قدرنا نجنريت البرنولي راندوم فاريبل. طول ما احنا نعمل التجربه بقى، كل ما البي تجيلنا بصفر يبقى هيبقى عندنا كاونتر عمال يعد لحد ما البي تجيلنا بواحد. اول ما بيجي تجيلنا بواحد يبقى هنطلع الاوت كام بتاعنا اللي هو الان، وهيبقى الان ده هو اللي احنا محتاجينه في السيميليشن. ببساطه خالص احنا محتاجين السيميليشن نعرف احنا هنعمل التجربه كم مره. فاول مره هقول له والله الان طلعت لي ب3، فاديها له للتجربه للسيميليشن. الان طلعت لي ب4، الان طلعت لي ب5. هو كل مره بقول له السكسس جالك بعد كم مره. يبقى كده قدرنا نجنريت جيومتريك ديستريبيوشن. يبقى لو افترضت ان الناس اللي بيدخلوا البنك مثلا بيجوا بجيومتريك ديستريبيوشن، هجنريت راندوم برنولي راندوم فاريبل، واعد عدد المرات لحد ما يجي لي سكسس. اول ما يجي لي السكسس بتاعنا اشوف انا عديت كام مره، واقول والله يبقى الفاليو بتاعتك بتاعت الان بكذا، ويبقى دي تخش على السيميليتور بتاعك. طبعا هو هنا عدد تجربه هعملها كتير شويه، فممكن تاخد وقت يعني. فممكن لو في طريقه تانية هنشوف، لو في طريقه تانية هنقدر نعملها هنتكلم عنها ان شاء الله. طيب تعالوا نشوفه بعد كده، نشوف الباينوميال ديستريبيوشن. لو عايزين نجنريت باينوميال ديستريبيوشن نقدر نجنريته ازاي؟ الاول ايه هو الباينوميال ديستريبيوشن؟ الباينوميال ديستريبيوشن بيقول لو انا بعمل تجربه زي التجربه اللي هي بنتكلم على برنولي، وعندي الاوت كام بتاعي سكسس وفيل، يبقى الاوت كام بتاعي سكسس وفيل، يبقى البروبابيلتي بتاعت السكسس عندنا هي البي، والبروبابيلتي بتاعت الفيل هي 1 ناقص البي. السؤال هو البروبابيليتي لو انا عملت التجربه عدد معين من المرات، البروبابيليتي ان يظهر لي السكسس ثلاث مرات. يبقى انا عملت التجربه سي 30 مره، عايز اعرف البروبابيليتي ان يبقى في الدنيا سكسس اللي هو البي ده ثلاث مرات. هو ده الديستريبيوشن بتاعنا. طب لو عايز اعرف البروبابيليتي انه يبقى اربع مرات، هنعوض في المعادله هنا. يبقى هنا الان عدد التوتال نمبر اوف اوت كام، وهنا عدد مرات السكسس 3 او 4 او 5 او 6 او لحد ما نوصل لل 30. طبعا 30 30 كلهم سكسس، في الغالب هيبقى البروبابيليتي قليله جدا، الا لو كانت البروبابيليتي بتاعت السكسس دي كتيره قوي. يعني لو الرقم ده 0.9999 ده في الغالب كله هيبقى سكسس، فالرقم ده ساعتها ان انا يطلع لي 30 هيبقى البروبابيلتي بتاعته كبيره جدا. لكن لو الرقم ده كان 0.5، probability of success 0.5، يبقى المفروض في المتوسط البروبابيلتي ان يطلع لي نصهم سكسس ونصهم فيل في الغالب هيطلع 0.5. وهكذا بنقدر نطلع الديستريبيوشن بالايكويشن اللي احنا شايفينها دي، الباينوميال ديستريبيوشن. يبقى الباينوميال ديستريبيوشن بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي تجربه وعايز اعرف البروبابيلتي بتاعت السكسس فيها قد ايه، او البروبابيلتي بتاعت الفيل، ونغير في المعادلات السكسس، الفيل يبقى هو اللي هنا والسكسس يبقى هو اللي هنا. كويس قوي. طيب عايزين بقى نجنريت راندوم فاريت بالديستريبيوشن اللي هو الباينوميال. نجنريته ازاي؟ تعالوا نشوف. ببساطه خالص هنجنريت البرنولي راندوم فاريبل بتاعنا الواي. البرنولي سهل خالص نجنريته باندبندنت ديستريبيوشن. كل كذا لو احنا عايزين نعمل التجربه سي ان من المرات، يبقى هنجنريت ان راندوم نمبر نجمعهم كلهم مع بعض فيطلع لنا الباينوميال ديستريبيوشن. طبعا الدنيا بسيطه خالص يعني. طيب تعالوا ناخد مثال. هو احنا دلوقتي عشان نجنريت هنفترض ان التجربه بتاعتنا بنعملها ست مرات، وعايزين نشوف البروبابيليتي ان السكسس هيجي لنا كام مره. ببساطة خالص يبقى انا هعمل التجربة ست مرات، فمرة هيطلع لي الواي بواحد،
ده برنولي، احنا اتفقنا ان هو صفر او واحد، مرة يطلع لي صفر، مرة يطلع لي واحد واحد، صفر صفر واحد، كام كده؟ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى الاوت بتاعنا، الاوت بتاعنا كان كام؟ كان تلاتة. يبقى السكسس ظهر لي كام مرة؟ 3 مرات. ده ببساطة يبقى كده ده برنولي راندوم فاريبل، السكسس ظهر لي هنا 3 مرات. يبقى لو انا بدخله على انبوت عندي سيستم معين كده، هقول له خلي بالك اول مره هيدخل لك السكسس 3 مرات، تاني مره ممكن يدخل لك 4، تالت مره ممكن يدخل لك 2، وهكذا. يبقى كل مره عشان نجنريت اليمنت واحد هنا محتاجين نجنريت كام راندوم فاريبل؟ بعدد الان اللي عندنا، بعدد الان تاني، وبنجمعهم كلهم وبنشوف احنا عندنا كام سكسس. طبعا لو فيل يبقى نعمل عكس الكلام ده، يبقى واحد ناقص اللي بيطلع. طيب هنتكلم بعد كده على البواسو راندوم فاريات، ازاي نجنريت بواسو راندوم فاريبل او راندوم نمبرز الديستريبيوشن بتاعها بواسو. هو الحقيقه البواسو بيتكلم على عدد، ابسط مثال ليها عدد العملاء اللي هيدخلوا في البنك مثلا او في السيستم في الكيو بتاعنا في فتره معينه، اللي هي اليونت تايم بتاعنا اللي احنا بندرس فيه. اليونت تايم ممكن تكون ساعه، ممكن تكون 10 دقائق، ممكن دقيقه، وات ايفر القيمه. احنا كان عندنا قبل كده الديستريبيوشن بتاع الاكسبوننشال ديستريبيوشن. الاكسبوننشال ديستريبيوشن كان كونتينوس ديستريبيوشن. بيقول لنا ايه كونتينيو الاكسبوننشال؟ بيقول الفتره بين عميل وعميل. يبقى الاكسبوننشال ديستريبيوشن كان بيجنريت كونتينوس، لو نرجع له تاني نرجع للاكسبوننشال ديستريبيوشن سلايد اهي. الاكسبوننشال ديستريبيوشن بيجنريت ايه؟ ده كونتينوس ديستريبيوشن. جميل. بيجنريت ايه؟ بيجنريت التايم بين عميل وعميل. جميل جدا. التايم ده في البليون التايم، يعني اليونت تايم بتاعنا لو هو هيطلع لنا قيم من 0 ل 1، يبقى والواحد هنا معناها اليونت تايم بتاعنا، يعني الواحد هنا معناها انها ساعه، او الواحد ممكن تكون 10 دقائق حسب اليونت تايم اللي انا شغال بيها. كويس جدا. يبقى قدرنا نعرف التايم بين عميل وعميل. امال احنا عايزين نعمل ايه في البواسو ديستريبيوشن؟ لا، احنا عايزين نعرف عدد العملاء اللي هيجوا لنا في اليونت تايم بتاعنا برضو اللي احنا بندرس فيه. اليونت تايم ممكن زي ما اتفقنا يكون الساعه. فهنعمل ايه ببساطه خالص؟ هنعمل لوب عندنا هنا ونقعد نجنريت اكسبوننشال راندوم فاريبل اللي هو الواي. حلو قوي. ونقعد الواي دي نقعد ناكيوميليت، يعني نبدا الاس دي بصفر ونقعد اكيوميليت التايم لحد ما نوصل لليونت تايم اللي هي اقل من او تساوي واحد. يبقى احنا جبنا اليونت تايم كامله ساعه وات ايفر او 10 دقائق، نشوف والله عندنا كام عميل دخل، اللي هي الان بلس 1 دي اللي عمالين انكريمنت فيها. اول ما نوصل لليونت تايم نقول والله يبقى بواسطه راندوم فاريبل هو الاكس ان ماينس 1، لان هنا في انكريمنت زياده. جميل جدا. يبقى ده بمعنى اصح لو انا دخلت هنا 10 مرات، في ال 10 مرات دول دخلت 10 مرات وكانت الاس على طول اقل من الواحد، لان التايم دايما بين عميل وعميل، لسه ما جبتش اليونت تايم. في المره العاشره الوقت ده وصل للواحد بالظبط او اكتر منه بحاجه بسيطه. يبقى هنقول عدد العملاء اللي هيدخلوا في اليونت تايم هم اللي انا عديتهم دول، هو الان ايه؟ ان ماينس 1. ده ببساطه البواسو راندوم فاريبل اللي هو مستنتج من الاكسبوننشال ديستريبيوشن. الاكسبوننشال ديستريبيوشن بيقول لي المسافه بين عميل وعميل، الوقت بين عميل وعميل كام؟ من خلال اليونت تايم بتاعنا اللي احنا بندرس عليه، او الديسكريت يونت تايم بتاعنا اللي احنا بندرس عليه. اما البواسو بيقول لنا عدد العملاء اللي هيجوا لنا في اليونت تايم بتاعنا شكله عامل ازاي. طبعا ده الديستريبيوشن بتاع بواسو. الكي بيقول لنا عدد العملاء، واللاندا بتقول لنا عدد الريت اوف ارايفل، الارايفل ريت بتاعنا كام في اليونت تايم اللي احنا بندرس عليه برضو. طيب في تكنيك تاني لو احنا عايزين نجنريت نورمال راندوم فاريت اللي هو نورمال ديستريبيوشن. الحقيقه في كذا تكنيك، منهم الانفرس، وفي طريقه سوري اللي هو اكسبتنس ريجكشن ميثود، وفي طريقه تانية اللي هي احنا عارفينها اللي هي بوكس مولر ميثود اللي هي بيستنتج بيها المعادلات دي. احنا مش هناخد التفاصيل ولا حتى المسمى، احنا يهمنا ادام في معادلتين بساط نعرفهم وخلاص. يبقى في ده الديستريبيوشن بتاع النورمال ديستريبيوشن بتاعنا اللي هو الميو هنا بتمثل المين، والسيجما هنا بتمثل لنا الستاندرد ديفيجن. طب هل نقدر نجنريت حاجه بالديستريبيوشن ده؟ نقدر نجنريت 2 يونيفورم راندوم فاريبل،
يو 1 ويو 2 ونعوض في المعادله دي، هيطلع لنا اتنين اندبندنت راندوم فاريبل اكس 1 واكس 2، ناخد اي واحد فيهم نشتغل بيه على اساس ان هو يونيفورم. يعني هجنريت الاول يو 1 قيمه من 0 ل 1، وبعدين هجنريت يو 2 قيمه ثانيه من 0 ل 2، احوض بالمعادله دي هيطلع لي اكس 1 نورمال ديستريبيوشن. طيب السؤال بقى، لو انا عندي ديستريبيوشن، الديستريبيوشن ده مفيش فانكشن ثيوريتيكال موجوده تقدر تفيت معاه زي اللي احنا شايفينه ده، ساعتها هنبدا نشتغل بقى بايدينا، هنشتغل شغل امبيريكال ومش هيبقى عندنا ايكويشنز نقدر نشتغل بيها. تعالوا نشوف ان نمشي الكلام ده. اول خطوه طبعا ان احنا بنحسب السي دي اف بتاعتنا اللي هي كوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن. هناخد مثال، الفكره الحقيقه بسيطه جدا وفي نفس الوقت افيشنت جدا. طيب تعالوا نشوف المثال البسيط ده ونركز فيه ببساطه، وبعدين الصفحه الثانيه ان شاء الله او السلايد الثانيه هتلاقوا الدنيا اوضح. اول حاجه، احنا لو افترضنا ان احنا عندنا هنعمل بيس وايز لينير. بيس وايز يعني ايه؟ ان احنا بنقسم السبيس بتاعنا لمناطق صغيره، وكل منطقه نفترض ان هي لينير نشتغل فيها الشغل بتاعنا لينير. ليه؟ لان هو اصلا الديستريبيوشن بتاعنا مش شكله خط مستقيم، يعني هو شكله مش خط مستقيم، لكن احنا نفترض ان كل واحد فيهم لينير زي ما احنا شايفين، ده جزء لينير اهو وده جزء لينير لينير لينير. جميل جدا. هنفترض ان احنا هنقسم الانترفالز بتاعتنا الكي انترفال وليكن 10 انترفال. الريلاتيف فريكونسي لكل انترفال، احنا عايزين نشوف كل انترفال حصل كام مره، وبعد كده نبدا نحسب الكوميوليتيف فريكونسي بتاع كل انترفال. تعالوا نشوف المثال اللي جاي ببساطه بالارقام. هنفترض ان احنا عندنا سبوز داتا كولكتد فور 100 بروكن ماشين ريبير تايمز، يبقى الريبير تايم بتاعنا بنتكلم على 100 ماشين، والريبير تايم خدت وقت قد ايه، يبقى كل ماشين كانت حصل فيها مشكله صلحناها في وقت قد ايه. المتوسط عندنا من 0 لحد ساعتين. هنقسم الانترفال كام انترفال؟ عندنا 4 انترفال. هنشوف المنطقة، لو احنا الوقت كان من 0 لحد 0.5 اور هنشوف حصل كام مرة؟ 31 مرة. ومن 0.5 اور لحد الواحد الساعة حصل 10 مرات، ومن ساعة لساعة ونص 25 مرة، ومن ساعة ونص ل 20 لساعتين حصل 34 مرة. يبقى الفريكونسي ده نقدر نجيب من الفريكونس على طول، اولا نجمعهم كلهم او احنا عارفين ان هم 100، فيبقى 31 على 100 البروبابيلتي بتاع كل واحد فيهم، او بنسميها الريلاتيف فريكونس، هي طبعا هي نفسها البروبابيلتي. يبقى ده معناه ايه؟ ان البروبابيلتي ان انا اخد وقت من 0 لحد 0.5 هو 0.31. البروبابيلتي ان الوقت بتاع الريبيرنج تايم يبقى من 0.5 ل 1 هو 0.1. لو البروبابيلتي ان الريبيرنج تايم من 1 ل 1.5 هو 0.25 وهكذا. طبعا لو جمعنا دول كلهم المفروض يطلعوا لنا 1. المفروض الصم هنا بتاع الكلام ده كله يطلع بيساوي ايه؟ بيساوي 1. يعني احنا بنتكلم هنا على probability. طيب لو انا عايز بقى الكوميوليتيف ديستريبيوشن بتاعي احسبه ازاي؟ اول واحد على طول بحطه زي ما هو وانا مغمض، تاني واحد هو مجموع اول الاثنين دول، تالت واحد مجموع لحد التالت، وهكذا لحد ما بوصل للايه؟ للواحد. طيب الديستريبيوشن بتاعنا احنا قلنا ان هو بيس وايز. بيس وايز يعني ايه؟ بيس وايز لينير يعني ايه؟ يعني اننا مقسمه لاجزاء لينير، خطوط مستقيمه. هل نقدر نجيب الاكويجن بتاع كل خط مستقيم ده؟ نقدر نجيبه ببساطه، بس يكون عندنا الالفا او السلوب بتاعنا. السلوب بتاع الجزء ده اللي هو القيمه دي ناقص الصفر هنا على الديستنس دي اللي هي ايه؟ A1 ناقص A0. يبقى هي سي زي المثال هنا. لو عايزين نجيب A3 السلوب ده هنجيبه ازاي؟ هو C3 اللي هو القيمه اللي هنا دي C3 ناقص C2 اللي القيمة اللي هنا. طبعا C3 هتبقى القيمة اللي احنا شايفينها دي اللي هي 0.6 ناقص C2 اللي هي اللي قبليها على طول اللي هي 0.4، C3 اللي هي دي ناقص القيمة اللي قبليها على A3 اللي هي دي اللي هي 1
هي 3 اللي هي 1.5 ناقص الواحد، 1.5 ناقص الواحد، لأن احنا بنحسب الأسلوب هنا. فيطلع لنا الأسلوب اللي احنا شايفينه ده، يبقى عندنا الأسلوب ده نقدر نجيب الأسلوب ده والأسلوب ده والأسلوب ده، 4 سلوبس. طب عايزين نجيب الأسلوب ليه؟ لأن احنا هنجنريت الانفرس ميثود كانت بتقول لنا ايه؟ جنريت يونيفورم ديستريبيوشن نمبر في الرينج ده، روح عوض في المعادلة دي، هات القيمة اللي هنا قصادها، يبقى دي بالديستريبيوشن اللي انت عايزه. بمعنى هنجنريت يو واحد مثلا هتطلع ببوينت 8، هنروح نعوض بالبوينت 8 دي، هنفت بوينت 8 دي، يبقى هناخد انهي كيرف؟ هناخد الكيرف ده، نعوض في الكيرف ده ونجيب القيمة اللي قصاد. ممكن نجيبها بطريقة من الجراف بيبر، اه ممكن نرسم ده في جراف بيبر ونروح نستنتج الكلام ده، يا اما نقول ان احنا عندنا 4 ايكويجن، النقطة بوينت 8 دي موجودة في الرينج بتاع اللاين اللاين ده، وده اللي نقدر نستنتج منه قيمة الاكس. يبقى هنجنريت، طيب هنروح بعد كده نجنريت راندوم يونيفورم راندوم نمبر بالطريقة البسيطة اللي احنا عارفينها. فهيطلع مثلا اليو عندنا طلعت في الرينج اللي احنا شايفينه ده، طبعا احنا هنا السي دي قيمة السي، وهنا الايهات. اليو بتاعتنا طلعت 0.83، 0.83 يعني في انهي رينج؟ اللي هي من 0.6 لحد الاخر الرينج ده. طيب الالفا بتاعتنا اللي احنا حاسبينها من شويه اللي هي 0.8، هنعوض في المعادله هنا، هنعوض بالمعادله بتاعتنا هنا، معادله الخط المستقيم العاديه خالص لينير ايكويشن بتاعتنا. عندنا ال A3 وعندنا ال A4، A3 اللي هي 1.5، سوري ال A3 اللي هي 1.5، وال A4 والالفا عندنا عارفينها، وبعدين سوري والالفا 4 اهي اللي هي 0.8 اللي احنا حاسبينها من شويه، وال A3 نفس الكلام، ال U اللي هي الراندوم نمبر اللي احنا عملنا له جنريشن، ال C3 هنا C1 هنا C2 هنا C3 اهي، دي معادلة الخط المستقيم بالظبط. طلعت قيمة X عندنا اهي، يبقى دي ماشية مع الديستريبيوشن اللي احنا قلنا ماشيين اللي هو بيس وايز لينير زي ما احنا شايفين كده. يبقى احنا الأول بنجنريت راندوم نمبر، وبعدين نشوف احنا في انهي بيس فيهم، وبعدين بحسب البيس كل واحدة فيهم بنحسب لها الألفا السلوب بتاعها، وبنعوض في معادلة الخط المستقيم ده كده عشان نقدر نجيب قيمة الإكس اللي قصادها.